متابعينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بيكم. معاكم اخوكم محمد جابر من قناه صيادين اسكندريه. النهارده الرجاله ان شاء الله جايين وهنرمي على كريماري، وان شاء الله قبل ما نرمي على الكريماري بس ايه، ممكن تشوفوا العده معانا بعد اذنك يا استاذ حسن. كده العده المستخدمه اخوانا زي ما حضراتكم شايفين كده، اهم حاجه كشاف، يكون معانا كشاف بالليل طبعا، والشعر المستخدم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكنه، بصوا يا جماعه دي مكنه زي ما حضراتكم شايفين حجمها قد ايه. دي مكنه اسمها ميوشي، والشعر اللي فيها شعر برد، شعر حرير، ومكنه خفيفه جدا تقريبا تعمل 350 جرام. تمام. بالنسبه للربلات بتاعتنا، بصوا حضراتكم الربلات دي، دي مقاس 3.5. نشوفوها تاني كده مع بعض اهي، واحده واحده نطلعها. دي حضراتكم يا جماعه الادوات المستخدمه في صيد الكريماري. واهم حاجه في موضوع الكريماري شغل القص طبعا يا جماعه، خفيه العده، لازم تكون العده خفيفه لان حضراتكم بترموا بيها كذا مره اهي، يعني لازم العده معاك تكون خفيفه. والبوصه بتاعتنا ان شاء الله بتاعت الكريماري برضو احنا جايبينها للبوص الخفيف ده. دي طبعا دي واحده معايا احتياطي كبيره، انا مش هستخدمها دلوقتي. ايه دي حضراتكم 3 متر او 3 متر و20. بوصه خفيفه خالص على الايد، بوصه بتبقى خفيفه خالص على الايد. وان شاء الله احنا دلوقتي هنبدا مع بعضينا، ودعوا لنا بقى رجاله ربنا المستعان. بصراحه وحشنا البحر والله، احنا بقالنا كتير بنطلع ميه حلوه، بس ان شاء الله الله المستعان احنا رجعنا بقى لليومين دول، يومين بحر، وان شاء الله ربنا الموفق كده. ودعوا لنا ان شاء الله ونبقى مع بعضينا، وان شاء الله تشوفونا. متشكرين يا كابتن حسن. ودلوقتي الرجاله زي ما شفنا احنا الادوات المستخدمه، تعالوا بقى نشوفوها ايه هنستخدمها ازاي مع بعضينا. طبعا احنا قلنا ايه اهميه الكشاف بقى في الموضوع صيد الكريماري. بص الاول يا جماعه، دي رباله برده مقاس 2.5 اهي معانا، رباله 2.5 معانا. تعالوا نشوف استخدامها ازاي الاول. الاول يا جماعه الرباله ديت لازم اضرب فيها الكشاف كده عشان تشتغل معايا، هتشوفوها ازاي كده. نسلط عليها كشاف كده يا جماعه شويه، هتعرفوا ليه دلوقتي. انا طبعا الاخوه اللي بيصطادوا كريماري طبعا هم فاهمين، الرباله مجرد ما بتسلط عليها الضوء بتمتص من النور دوت، فهي هتنور معانا دلوقتي. ودلوقتي هتشوفوها مع بعضين. لو تعال ركب كده مع بعض. طيب اول حاجه البيكاب برفعه، بسم الله الرحمن الرحيم. افضل وقت يا جماعه للكريماري في الايام القمريه، يعني الايام اللي فيها قمر بيبقى افضل وقت ليها، يعني تقريبا كده من يوم 7 في الشهر العربي لغايه 22 في الشهر العربي. دي افضل الايام اللي ممكن يعني تصطاد فيها كريماري. معلش يا جماعة عشان مش معايا حد يصور، حسن سابني اهي كده. احنا ايه وصلنا. تمام بسم الله. وبالنسبة للشعر يا جماعة، ده بقى ده مقاس 35، شعر ممتاز جدا، ده شعر كربون. ويفضل شعر الكربون يا جماعة ليه؟ لان بيبقى فيه سوستة، يعني احيانا طبعا وبيحصل مع كل الناس، يعني احيانا بيرمي بالمكنه فتلاقي البيكاب اصلا ما اترفعش، فبيحصل يعني بيحصل قطع للشعر ده، او طبعا القرمه تتقطع. فالشعر دوت ميزته ان هو في مطه، فيعمل معاك سوسته كده. بسم الله الرحمن الرحيم، فما يتقطعش منك. طيب ادينا هنربط الرباله اهي. بص يا جماعه ربطه الرباله يبقى معايا كده، يا رب تكون واضحه. انا بس بلفها كده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي.
شاء الله هنعمل فيديو توضيحي يعني يكون بالنهار في السوق. شايفين لف اهي يعني الطرف ده اللي هو الاخير ده اعديه من هنا زي ما انتم شايفين كده عملت عوضة معايا. يا ريت تكون واضحة يعني يا خلاص كده ثبتت معايا خلاص. خلاص كده يا جماعة ربنا يقطع الحتة الزيادة دي كده اهو. طول المستخدم معايا هنعمل حوالي 2 متر او 2 متر ونص. هنعمل حوالي 2 متر ونص طيب ادي كده احنا ايه نرجع ربالة تاني كده قدام الضوء تاني هتشوفوها دلوقتي لما تنور معايا. احنا كده ايه معانا المكنه بقى. احنا طبعا يا جماعه عشان هنا في وعرات فانا هستخدم الشبندوره ديت اهيت وهنركب فيها. طبعا هنزنقها ازاي؟ بص يا اخوانا طبعا احنا ايه الاول بس ايه معلش هنجيب ديت الزانق دوت هنعديه منها وهنركب ايه الفسفورة دي من تحت كده ماشي يا اخوانا دهيت وهنيجي في دي وزانق تاني اهوت هنعديه برضو من خلالها اهوت ماشي يا اخوانا. هنيجي الشبندوره هي نعديها بسم الله الرحمن الرحيم الزانق اهوت ماشي وهنحط فيه ايه الفسفوره اهي كده اصبح الموضوع معانا مظبوط. طبعا انا بحط فسفوره ليه يا جماعه عشان اشوف بس المدى اللي انا برمي بيه على البعد يعني البعد بتاعي قد ايه وطبعا بطول بقى بنزل عيار بطول زي ما انت عايز تتعامل. هي كده ثبتت معايا وادي المدور اهو بتاعنا استخدم المدور كل ده انا لسه ما فتحتش الايه البوصه بتاعتي. طبعا بنبرم برضو المدور اهو يا اخوانا يا رب يكون واضح معايا نبرم كده وهنيجي في الجزء ده هنمسك الطرف ده ونعديها نعديها منه كده اهو زي ما انتم شاهدتوا كده هنا ونقرط عليه جامد كده خلاص كده كده ربط خلاص جامد. طبعا بتديله اكتر من ايه خمس ست سبع برمات كده بسبيل ايه يبقى ثابت معاك خلاص. ان شاء الله هنعمل فيديو برضو نوضح فيه ربطة المدور برضو بالارمة. بعد كده هنيجي بقى ايه الشعر بتاعنا بتاع الربلة بتاع الارمة بتاعتنا من تحت. انا كنت ممكن اعمله على
على نفس الشعر يعني على نفس الاساسي بتاعي، بس انا بحب يعني اعمل ايه، ارمى شعر من تحت، لان البرد بيبقى قوي جدا يا جماعه، لو وعر ولا حاجه مش هيتقطع منك. فانا معلش يعني ممكن اضحي بالارمى اللي تحت، لكن الشعر بصراحه البرد بخساره يعني. نفس الموضوع، ادينا كده ايه ربطنا اهو، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا معلش يا جماعه عشان مفيش حد والله يمسك معايا التليفون، فكويس ان انا ايه يعني انا معلقه في صدري كده. ادينا اهو كده خلاص كده احنا ايه ركبنا القرمة بتاعتنا. وممكن يا جماعة كنا حاطين هنا رصاصة عشان ايه لو تحب مثلا تبعد على الرمية بتاعتك تبقى اقوى من كده، يعني في سبيل ان هي تحدف مسافة بعيدة لجوه. وده مشهد الربالة يا جماعة بعد ما طفينا كشاف، هي بتبقى عامله كده في المايه بقى منوره زي ما حضراتكم شايفين كده. انا طفيت الكشاف دلوقتي وزي ما حضراتكم شايفين الرباله بتبقى عامله ازاي، اهي تبقى منوره زي ما حضراتكم شايفين اهي. فبتدخل عليها على طول الكريماري، لان الكريماري اصلا بيبقى نظره كمان ضعيف يا جماعه، الكريماري بيبقى نظره ضعيف، فيستحب ان انت تصطاده في الايام القمريه، وفي نفس الوقت انت الربالة بتاعتك بتبقى انت مسلط عليها الضوء شوية كده في سبيل تنور معاك التنويرة دي كده. يا جماعة كنا احنا ايه ركبنا بقى ان شاء الله البوصة بتاعتنا، تعالوا نفرضوها بقى مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح البيكاب كده، نطلع بأول واحدة. طبعا كلامي ده يا جماعة للناس اللي هي ايه مبتدئة لسه، طبعا في ناس ما شاء الله يعني افضل مننا، لكن احنا بنعرف الناس اللي لسه مبتدئة. ونعدل الدبل كده في فتحة البوصة كلها تبقى باتجاه واحد. ويبقى كده يا جماعة ايه خلاص وصلت الحمد لله، ظبطت معانا خلاص الارمة اهي كلها، يا رب تكونوا شايفينها خلاص معانا كده. وهنجربه ان شاء الله وهنرمو وربنا المستعان. بس طبعا انا عشان الفيديو ما طولش على حضراتكم، ان شاء الله الصيد ربنا المستعان كده هنشوفها في مره تانية. بس النهارده يعني ايه عرفنا طريقه تركيب الارمة وازاي نتعامل، والله المستعان. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. لو الفيديو لو عجبكم يا جماعه ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.